السلام عليكم يا سادة الكرام. اليوم عندنا واحد الاقتراح ديال كسكسو بالكينوا وبالكروفيت. فعندنا هنايا القريعة، غادي نقطعوها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، هاد القطعة كتسمى ينكوب بغينواز. عندنا من عاوتاني خيزو، غادي نقطعو بنفس الطريقة. وعندنا هنايا اللفت، نفس الطريقة ديال التقطيع، كاروبات صغار. وأخيرا عندنا بصلة غادي نشلضوها. غادي نجيو دروكا نشعلو العافية ديالتنا ونديرو كاسرونة، نديرو زويتة ديال العود بالطبع. غادي نشحرو البصلة ديالتنا، ففي الوقت اللي البصلة كتشحر كنحركو باش ما تحرقش. غادي نزيدو الخضر ديالنا اللي قطعنا بهاد الطريقة هادي، اللي هي خيزو اللفت والقرعة. غادي نشحروها، من بعد ما غادي نديرو شويه ديال الملح باش نعاونوها في التشحار، تطلق شويه الماء ديالها. غادي نزيدو الحمص اللي فزقناه من البارح، غادي نديرو التوابل ديالتنا. هنا غادي نديرو الخرقوم، كركيمة، الأبزار، وواحد الكمية أكثر شوية سكينجبير، لأن كسكسو هو سكينجبير. واحد القضيه بالنسبه لي، بغينا نقلبوا على البنات خصنا ندوزيو نعرفوا اشنو هو الكونديمون اللي تيخصو يكون كثير وشنو اللي تيخصو يكون قليل. هذه المساله الانسان كياخذها غير بالتجربه. فكسكسو دائما كنعطيوه شويه سكينجبير بزيت، كنبللو، من بعد كنجيو نقطعوا القرعه ديالتنا. هنايا ديك القرعة غادي نسلقوها، غادي نسلقوها في الماء، بعد ما غادي ندير واحد الشوش ديال الملح.
من البيت غادي نجيو نسلطيو الكروفيس ديالنا، ناخذ واحد الماعون مقله نديرو زويته ديال العود، نديرو واحد التومه هي الاولى تتشحر، ونلوحو الكروفيت ديالنا، كنديرو شويش ديال البلحة ونسلطيو الكروفيت. غادي نرجعو دروكا للقرعة ديالنا اللي تسلقات، غادي نطحنوها وغادي نردوها بيري. هنا غادي نجيو نطيبو الكينوا ديالتنا، بعد ما درنا الماء غلا درنا الكميه اللي بغينا ديال الكينوا، ملحنا بالطبع وغادي نخليوها تطيب. ففي الوقت اللي طابت لنا الكينوا والكسكسو، بالطبع راه درت انا كسكسو، الكسكسو رانا نفورو، هنا غادي نزيد الكينوا وغادي نخلط المواد بجوج. نديرو زويته ديال العود، نزيدو نخلطو، هنا غادي ندوزو للتقديم. خدينا واحد التوصيل بهذا الشكل هكذا، درنا الدائرة في الوسط، وغادي نديرو كسكسو ديال الكينوا. كنجيو كنديرو الخضرة ديالتنا اللي طابت، واللي هي مكونة من خيزو اللفت القريعة والحمص، غادي ناخدو القرعة اللي طحناها بيغي، غادي نديروها في الجنبات ديال التبصيل، هادي أسيت ميغوار. غادي ناخدو لاصوص ديال الكروفيت اللي طيبنا، غادي نحطو فوق منا الكروفيت نيت، وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطبق. ونتمنوا يعجبكم وديروا لنا واحد الاشتراك وواحد اللايك الى جزاكم بخير. شكرا.